بأي حال عدت يا رمضان؟ رمضان شهر الرحمة والمغفرة، الشهر الذي يملأ قلوبنا وأرواحنا بالسكينة والطمأنينة، ننتظره من العام للعام لنؤدي شعائره الفضيلة كما تعودنا عليها، فالعالم كله عانى وما زال يعاني. تعودنا أن يأتي رمضان في كل عام حاملا معه الفرح والسرور والبركة، فهو الشهر الذي يجتمع به البعيد والقريب، الشهر الذي نصل به أرحامنا ونلتقي به أحبابنا ونتقرب به لله أكثر من صلاة وصيام وقيام. ولكن بهجة رمضان لعامين على التوالي ليست كما عهدناها، فالوباء الذي أصاب العالم غير تقاليد الشهر الفضيل، فمكة شبه خالية والمساجد أيضا خالية. لن نلتقي بأقاربنا، ولن تجتمع عائلاتنا كما تعودنا، لن تقام صلاة التراويح في المساجد وكما تعودنا كل عام، ولن تدور أطباق الطعام بين الجيران، فالعالم أجمع يعاني من جائحة كورونا. وبالرغم من هذه الظروف الاستثنائية التي نعاني منها، فلن تغيب بهجة رمضان التي اعتدنا عليها، وستبقى شعائره الجميلة في بيوتنا وفي أنفسنا جميعا. دعونا نعاهد أنفسنا على أن نستقبل رمضان مبتهجين، نستقبله كما تعودنا دائما، ونتعايش مع الظروف السائدة، ولن يفنين هذا الوباء عن أداء شعائر هذا الشهر الفضيل. سنقيم الصلاة في منازلنا ومع عائلاتنا، سنصوم بالنهار ونقوم الليل، سنتصدق ونصل المحتاجين، سندعي الله أن يزيل هذه الغمة وأن يرفع الوباء عن عالمنا، آملين من الله أن تقام صلاة العيد مرة أخرى في المساجد، وأن نسمع تكبيرات صلاة العيد تملأ المآذن، وضحكات الأطفال تملأ بيوتنا وقلوبنا فرحا، وأن نعود لزيارة أقاربنا والاستمتاع ببهجة العيد كما تعودنا دائما. ونسأل الله أن تعود حياتنا لسابق عهدها بكل تفاصيلها التي افتقدناها. إن الله على كل شيء قدير.